في أحد شوارع محافظة العاصمة، وأثناء انتظار السيارات للإشارة الخضراء، تحرك السائق دون الانتباه للون الإشارة. أدى ذلك لوقوع 5 حوادث. رائل 21 سبين سيدي. أسمعك تفضل. استلمنا بلاغ حادث على شارع الفاتح تقاطع شارع عوال بين 5 سيارات. استلمت الرسالة واضحة. راح تشوف لي أقرب دورية تنزل الموقع وتشوف الإسعاف وإذا يحتاجون حق رافعي. استلمت سيدي الرسالة واضحة. عدم الانتباه لتغير لون الإشارة يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. على مرتادي الطريق التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية لأنها ما وجدت إلا من أجل حمايتهم، وخلف كل حادث مروري هنالك مخالفة مرورية أدت إلى حدوثه.